أن الآيات فيها إثبات العين وإثبات الأعين، فمن أين قيل أن له عينين؟ ولماذا لم يقال أن له أعين كثيرة؟ هذا جاء في السنة، والسنة مفسرة ومبينة للقرآن، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه بين البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليس بأعور، وقال ذلك صلى الله عليه وسلم عندما يحذر أمته من المسيح الأعور الدجال، فقال: إن الله ليس بأعور، ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. وكذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد إحدى عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب الإنسان وكذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم الأعور لمن فقد إحدى عينيه، فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر. ولهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله عز وجل بدلالة الوضع اللغوي، من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين.